خويا اسامه واحد الصدمه تعرضت ليها دابا ما يمكنش. مريح حتى جا عندي خويا الصغير في العمر ديالو 10 سنين، ركزوا معايا في العمر ديالو 10 سنين، هو يقول لي واش كتعرف واحد الموقع، داك الموقع اللي غطيت عليه الا بغيتي تربح الفروق، بغيتي تشجع الفرقه ديالك ما تنساوش كود برومو هذاك الموقع. قلت ليه باش عرفتيه؟ قال لي واحد التطبيق كيربحوا منه الفلوس. قال لي فين شفتي هذا الموقع هذا؟ قال لي في واحد خونا كيدير الجيمين في اليوتيوب. والصراحه صدمني، وعاد شرح لي هو بالخشيبات بان الله حرم داكشي وحضروا مني يعاود يتفرج فيهم. الصراحه حشوم على اي واحد باع راسو رخيص على قبل هذا التطبيق هذا، والله ياخذ فيهم الحق. كاملين اللي بلاو الناس بهذا الزبل، هذا الشيء سببه البعد عن الله، حيت الشيطان عمل يوم عينيهم وخلاهم يتبعوا الماده وينساو الاثم العظيم اللي كيديروا. المهم هذا واحد الميساج وصلني في الانستغرام، قال لي ضروري تقولوا في اليوتيوب، يعني قلتو تعطي الراي ديالو. انا بصراحه شوف انا ما غاديش نقول لك علاش داروا هذا، كل واحد حر في راسه. انا كندوي دابا على راسي، كندويش على شي واحد اخر. علاش في رمضان والعيد الاضحى كندير مبادره؟ علاش كندير هذه المبادره هذه؟ باش نزعمكم باش توليو ديروا الخير، كون خيرا في هذه الدنيا يعود الخير اليك. راه غير في رمضان، هذا رمضان اللي فات ملي درت القوفه في رمضانيه، جا عندي واحد السيد هو ساكن في طنجه، قال لي راه حتى انا بغيت ندير مبادره ديال القوفه في رمضانيه، عطيني شنو ندير، يعني المواد اللي كتشري وشنو خاصك دير وكذا. عطيته شنو خاصك تشري، على من غادي تفرق، شكون اللي غادي تفرق عليهم، شنو هي الكبله تخدم معاك، شحال واحد غادي يخدم معاك. دار ديك المبادره، وتخيلوا معايا انه جمع اكثر مني، انا جمعت تقريبا 200 قفه، وكل قفه كتقام ب 600 درهم، ماشي ديك القفه ديال 200 درهم، هذيك ما كندويش عليها، كندوي على قفه ديال 600 درهم، يعني تكفي رمضان كامل. يعني تخيل معايا الدري جمع اكثر مني، الدوبل ديالي تقريبا هو جمع شي 400 قفه، يعني هذه كتعتبر انسبيراسيون شي حاجه ديال الخير. راه حتى انا جا عندي هذا الموقع هذا، دوك اللي كاملين كتعرفوا شحال من واحد داروا، انا ما سوقش في هذوك اللي داروا، انا كندوي على راسي. جاو عندي دواو معايا المره الاولى، المره الثانيه، المهم كيطلعوا في الثمن باش انني ندخل معاهم، ولكن حتى انا جاني في بالي بانني ندخل معاهم. ولكن شو سبحان الله العظيم، كنتفرج في اليوتيوب حتى طلع لي واحد الفيديو كانها بحال قلتي رساله باش انك ما تقربش لداكشي. تفرجوا في الفيديو. وياك تحطي يدك جهه الحرام، كويها وما تحطهاش جهه الحرام، قطعها وما تحطهاش جهه الحرام، حيت غتمشي وغنمشي وغنمشيو كلنا، وغادي نخليوها كلها. شي الشمته في الدنيا شنو هي؟ هي انك ملي كتمشي تتخليها كلها، هذه الشمته الاولى. الشمته الثانيه هو انك ملي كتوقف عند سيدي ربي تتحاسب عليها كلها. شي كون غير كنا كنديوها نقولوا غنديوها ونتحاسبوا عليها ليه؟ راه غتخليها كلها. الا انت حطيتي يدك في الحرام الورثه غيديوها بارده، ولكن انت واكل شي واحد الحقوق ديالهم الورثه ما في خبرهمش، غياكلوها بارده. ولا جا صاحب الحق يقول لي واش عندك شي اثبات، اقول لهم ما عندي حتى اثبات، اقول لي حتى لهي وتفاهم انت وياه، وغديها على ظهرك كلها. اش كيقولوا سيادنا حنا؟ كيقول لك الكفن ما فيه جيوب. علاش الكفن كيقولوا الكفن ما فيه جيوب؟ راه ما غديش 20 درهم على قبل الطريق. راه بعض المرات حتى نتوما كتوقع عليكم، كتكون جالس مريح كتفكر في شي حوايج، وكتكون هي داخل نطالع في الانستغرام ولا في تيك توك ولا في فيسبوك، كيطلع لك واحد الفيديو سبحان الله العظيم كتكون الاجابه على داك السؤال اللي كان كيدور لك في دماغك. كذلك داكشي اللي وقع ليا ملي تصنت لهذا الفيديو ديال الاستاذ مصطفى، استاذ ياسين العمري، صافي ما درتوش وبعدت على داكشي. انا كندوي دابا على راسي، ورا دائما فلوس الحرام كتخسر في الحرام، وانا دائما عندي واحد الفكره في بالي، انا دابا كندوي مع راسي، راه الرزق ديالك مكتوب قبل ما تزاد، يعني انت والطرق الاختلاف باش غادي تاخذوا، يا اما غتاخذوا بالحرام يا اما غتاخذوا بالحلال. المهم نتوما عطوني الراي ديالكم في هادشي، ما تنساوش ديروا معكم لايك، تنزلوا تصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. نبداو الفيديو. ناس ناعسه راه 3 الصباح هادي. سبحان الله. اللهم ان كان ساحرا فافضله. فاش كتزوج البنت اللي كتبغي انت كل شويه واستغلنا هاد الخطوه هادي، والحمد لله حقنا انتصار كنبين. شكرا. <تصفيق
ودابا اللي ما تولي الاحاسيس شنو غيدير فهاد اللحظه؟ راه غادي تلاحظوني فين ما كنصور هنا كندوي بشويه لانني كنصور مع الثلاثه ديال الصباح. فاش كتسقط ومازال كتخرج في عينيك ماذا تفعل هذا التدبير حالي دابا شنو هي مات القرايه الله يرحم العظيم تبارك الله تبارك الله شو الدغماك ديدي هادي اللي طاح معاك شي طبلة انوض تخافي سالي ديك داك التبصيل ويدوز ليك ياكلك ضربوا لي على مولات الفولار زرق يلا غنشوفو لا 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 انا غالبا غنقلبها شرعي مرة غالبا نقلبها شرعي شرعي ولا قانون وحده من الجوج لا لا عمرنا الورقه الحمد لله دابا راه حتى واحد ما دا في هضرته ركزوا لا نعاودو الفيديو ركزوا على ديك مولات الزرق يلا غنشوفو لا 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 انا غالبا غنقلبها شرعي مرة غالبا يعطي الكره للسلام وينو كره هو كتغيري انا لا لا عادي خذ راحتك انا واش تصحابي دابا ضحكتي خو ضحكتي راه كنقصب لك فمي بالله وما غاديش يشكو لي عادي اليوم تغطي الشبطان يلا ما تبقاش تحلف ما تبقاش تحلف غنجبد لك عينك ومن هنا غيبدا لونكيط فين كنتي مع من كنتي امتى كنتي البارح فين غبتي شنو كليتي مع من شربتي الى غير ذلك علاش حنا ديما كتعجبنا ديك البنت اللي ما كتسوقش لينا انا حاولت نبدل هذا المفهوم وجربت حاجه اخرى جربت نعطي القيمه والفالور لوحده باغاني والصراحه لقيتها احسن من هذيك اللي انا باغيها ودافع عليا كبير لقيت فيها بزاف ديال الحوايج زوينين اللي ما كنتش غادي نلقاهم في هذيك البنت اللي انا باغيها وما سوقاش ليا ودافع عليا كبير كتعطيك وقت باش تدوي معاك كتبغيك بوحدك بزاف ديال الحوايج بركه ما نتبعو بنادم اللي ما باغيناش ونعطيو شويه القيمه لبنادم اللي باغينا هذه فكره زوينه خصنا نجربوها كيفاش البنات كيضحكوا How do we laugh? We laugh politely. كتعلمهم كيفاش يضحكوا. في منتصف الليل قلوب تبكي وعيون لا تنام. أنا في منتصف الليل. عيشة مولاة الجاجة. ورا اللي صار فما حيت طق 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 عايشه الحمد لله طق 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 مرجال فوقانيه طق 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 وواجه وواجه طق 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 وقيل جايب شي حاجه طق 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 وهاني لي وهاني لي طق طق شحال اللي ما درت لكم فيديو ديال الرعب راه قريب عمرك شفتي شي مزيونه مزوجه لا الخويبات مول اللي كيكونوا مزوجات حيت المزيونات ما كيقبلوش على الدل لا جا واحد يجي 10 واللي كيشوفني مزيونه الله يعطيه العافيه يا الناس والناس ناسينا صاحبي الناس ناسين عندي امتحان مع 8 انا ومول الطاكسي مع 8 ونص شاد ناس انا شد داكشي كامل اختارت لي قانون بحالاش الا كانت عند البنت عندها افراط في الانوثه الحساسه مع الحركات اللا اراديه مما تجعل الجاذبيه فقوه الضغط تولد الانفجار وقوه الاحتكاك تولد الحراره تطيح سير المهم انت بدون شعور غتنفاض الحركات اللا اراديه مما تجعل الجاذبيه يعني انا غنشوفها غنوض انا راه واخا علمي ولكن ما فهمتش شنو كيقولوا هذا ايوا الله الا توحشنا العرسات المهم اللي عنده شي عرس ما ينساش يعرض عليا شي عرس اسبوع طهاره المهم ما ينساش يعرض عليا دابا واحد السيد سولهم قال لهم خوتي امتى تسجل في لافاك
واش بصح كيعطيوكم المنحه ديال 2500 درهم للشهر والسكنه؟ جاوب واحد قال ليه ايه والبريمات على حساب الحضور. ويلا فاليديتي الاس ان بارت ما فيها لابيسين، ويلا فاليديتي في الاس دو العطله في جزيره الواقواق. وبصراحه ما عمري مشيت لافاك. الناس كل عام كتطوال، انا من الابتدائي، فاش كتكون فرملي وكتجيك شي ممرضه وتعيط لك دكتور انت تفضلي يا مدام. ثقه في النفس. واحد كياكل بيمو، الاستاذ جرى عليه انا وصاحبي اي اتاي كرواس. الفرماج هذيك كنا كنديروها فاش كنا كنقرا، الله يسمح لينا على قريتنا الزينه. بعدا كنا كنجيبو جوج ثلاثه الى كاع كدرنا. او هاي ثانكس فور تشيكينغ ان، ايم ستيل سوبر فاكينغ بريجننت. غالبا غتكون حامله بالزبير او لا حامله بشي واحد بحال هذا. بالنسبه لراس العام ما كنحتفلش به لحقاش راس العام ماشي ديالنا اصلا، راس العام ديال النصارى. حنا عندنا المولد النبوي هو اللي كنحتفلوا فيه ديال الرسول عليه الصلاه والسلام، دونك حنا ما كنحتفلوش. مهم باش بلا ما نطولوا في الهضره، هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، ما تنساوش دير معكم لايك، نتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلا.